فيكتور جاي، فيكتور راح يجي حق فلوس. تبي اي بهني المانيا خليه ينظف جوتي بفلوس، بفلوس. ماني ماني حبيبي، ماني توك، كل شيء بفلوس. كل شخص له سعر، فقط لازم تعرف السعر لهذا الشخص. اكيد ياخذ فلوس، يعني بي واحد بيقعد يتعلم علم معين، يقعد سنوات، ما راح يعطيه بلاش. يعني شو السالفه اخوي، شو السالفه اخوي؟ اقدر اخذ فرايمنت غير فحص؟ فرايمنت ما يؤثر على المسار الجنسي ولا لا اي اعراض جانبيه تذكر، تقدر تاخذه حتى لو انت مريض. والله الزلف متعوب عليه قسما بالله. شوف 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 شو اسوي انا قاعد احلق. والله كورونا، كورونا اللي علمتنا. هل حلق الدهون ذاكرة؟ لا لا، بناء العضلات نعم، بسبب ساتلايت سيلز. بناء العضلات نعم بسبب وجود الساتلايت سيلز، بس أكسدة الدهون هل لها ذاكرة؟ لا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، الساعة 12 عندكم بالضبط بالكويت. بدر حاليا ابيك تبدل ملابسك، تاخذ شاور، ابيك تاخذ شاور حبيبي، لان ابيك تروح الدوام. بس بدر ابيك تسولف، ابيك انت بالدوام تسولف، تقول عبد الحميد دشتي اول موظف كي ان بي سي يقدم اجازه هوليداي مدتها اسبوع. تكفى سولف هالسالفه، لازم اكون اسطورتكم بالدوام. اذا سالوك منو اسطورتك بالدوام، قول عبد الحميد دشتي. ليش لازم ترفع احتياج البروتين وقت التنشيف وعجز السعرات؟ وهل لو استمرينا على نفس احتياج البروتين فترة التضخيم؟ انت لان نزلت سعرات، بالتالي نزلت الماكرو نيوترينتس الاخرى اللي هي المغذيات الاخرى مثل الدهون مثل الكربوهيدرات، لذلك لازم تعوض ان جسمك قد بهذه الفترة يستخدم البروتين كمصدر للطاقة بشكل عام. هل ميلاتونين اذا تعودت عليه ممكن يقلل افراز الميلاتونين الطبيعي بالجسم؟ شفت منشور بهذا الخصوص، دكتورة تتكلم عن الموضوع ولكنها لم ترفق اي ادلة علمية، يعني يا تتكلم بشكل نظري نظريا، بما ان الميلاتونين هو هرمون يفرزه جسمك اثناء النوم او اثناء الظلام، بس لم ترفق اي ادلة علمية. عدا ذلك ما بحثت بهذا الموضوع ابدا، ما حسيت انه مهم يعني. بس السؤال يالي من شخصين مختلفين، فاعتقد انه في احد تكلم فيه بالسوشيال ميديا. مجرد ما يوصل لي سؤال متكرر من اشخاص مختلفين، اتاكد ان هناك شخص تكلم عن الموضوع بالسوشيال ميديا.
بس انت لو تبي تفرض ان هذه النظريه صحيحه انت لازم تكون قاعد تاخذ ميلاتونين يومي. لو تبي تفرض انها صحيحه لازم تاخذ الميلاتونين فتره وايد طويله بشكل يومي. الانسولين نفس الشيء. الانسولين نعم، ولكن احنا استخدامنا للانسولين كمحسن اداء ما يكون اكثر من شهر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الانسولين اللي احنا نستخدمه هيومالوج، في انواع، في هيومالوج، في هيومالين ار. احنا او انا ما ادري عن غيري استخدم هيومالوج. هيومالوج ساعات العمل بجسمك 4 ساعات، باقي 24 ساعة أخرى من اليوم البنكرياس يشتغل فيها طبيعيا. فال4 ساعات هذه لن تقوم بتثبيت عمل البنكرياس اللي هو الألفا بيتا سيلز واتيفر بالكبد بالبنكرياس من إفراز الأنسولين، لأن عدد ساعات قليلة، 4 ساعات من أصل 24. أضف على ذلك إن إحنا ما نستخدمه أكثر من 30 يوم كمحسن أداء، فالأنسولين لن يكون إذا استخدمت الأنسولين بالطريقة الصحيحة بالبروتوكول الصحيح لن يكون هناك أي ضرر ممكن يلحق البنكرياس. أنا أخذت هرمونات والحين طلع لي غدة في الصدر، تروح الدكتور تسوي دكتور جراحة، راح يسوي لك سونار، راح يشوف حجمها، هل الحجم يتطلب عملية أم فقط يتطلب أرموتيز إنهبيتر أو استروجين بلوكرز، وبالتالي تحل الموضوع. ما استخدم الانتوس ولا استخدم هيومالين ار، فقط استخدم هيومالوج فقط، لا استخدم اي نوع اخر على لاعبيني من الانسولين، واستخدمه حق لاعب متقدم جدا 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 جدا، يعني اللي كتكوت صار له سنه يلعب حديد طالع له عضله بكتفه اليمين كتفه اليسار ما في، لا ما اعطي انسولين. شايك بنظام مايك من ما ادري منو بخصوص التمرين؟ ما ادري والله، انا عندي تمريني الخاص، ما اتابع مدربين اجانب، ما اعرف نظريات المدربين الاجانب، ما اسوي فولو حق مدربين اجانب، ما اشوف قنوات حق مدربين اجانب، ما اشوف بودكاست حق مدرب اجنبي، ما اتابعهم، ما اعرف مواضيعهم ولا اعرف نظرياتهم. أنا عندي نظرياتي الخاصة، عندي طريقتي التدريب الخاصة، إذا هو يبي يشوفني يقدر، حاول أسوي له ترجمة مستقبلا، بس ما أشوف أحد للأمانة. أنا غير قادر على هذا الأمر، غير قادر، ما أقدر نفسيا، ما أتقبل. أشوف ربعي أصدقاء أثق فيهم ينعدون على أصابع اليد الواحدة، يعني محمد سعد، عبد الوهاب، شقير، لأن ربعي يعني لو كانوا مربي هم راح ممكن ما اسمعهم. جاسم القلاف، عدا ذلك ما أشوف أحد، ما أشوف والله، حتى مدزولي فيديو يقولي شوف هذا، ما طالع حشني عور بطن على طول، ما أدري ليش. لازم أحاول إني أسمع مستقبلا، راح أحاول أطور من حاسة السمع إن شاء الله، راح لازم أطورها شوي لأن عندي تعبانة، أذوني خربانة. تكلم عن تورينابول صحيح أضراره أكثر؟ لا، تورينابول فريندلي جداً، مش هيباتوتوكسيك، استخدمناه لفترة 12 أسبوع والإفكتيفنس تقدر تقول أنا أوصفه بين، هو منتصف الطريق بين داينابول وبين أنافار.
بس هو يميل الى نافارا اكثر. اثناء الكورس شنو؟ انطق برقني 1500 كل اسبوعين على الخصيتين، ما تتعود، ما تفرز تسترون طبيعي. اذا كان برقني 1000 عادي انطق كل 10 ايام. الجرعة راح تعتمد على عدة اشياء. احد العوامل المهمة بجرعة الاتش سي جي اثناء السايكل، واحد مدة السايكل. اذا صارت مدة السايكل وايد طويلة فراح تاخذ اتش سي جي فترة وايد طويلة، ممكن تقل حساسية الخصية للاتش سي جي. هذه نقطة مهمة والموضوع عليه دراسات كذلك. النقطة الثانية، معدل الاستقلاب للشخص. اذا كان عندي لاعب ولاعب مشاركات ويلعب بطولات واستقلابه عالي، اخلي الفترة طويلة، يعني اخلي 1500 كل مثلا 1500 كل 3 اسابيع. اذا الاستقلاب عنده مو عالي وكورسه ما راح يكون طويل، اخلي 1500 كل اسبوعين. عادة يكون 1500 كل اسبوعين او 1500 كل 3 اسابيع. 99% من جرع من الجرعة اللي يعطيها حق الكلاينتس من الـ HCG أثناء السايكل. لعبة الكروسفيت شنو تحتاج لها؟ جروث فراغ، ما تحتاج فراغمنت، لأن أنت تبي تحاول تزيد السترينث والقوة والطاقة الانفجارية، كذلك تبي تحسن الطاقة الهوائية عندك، فما تحتاج فراغمنت. اوكي جي اتش ممكن اذا تبي تدخل بي، اذا تبي تدخل تستاسترون، بولدينون، تقدر بريموبولان، كافي، بس ما تحتاج فراغمنت. فراغمنت ما راح يزيد لك الاداء ولا راح يزيد لك عضلات، راح ينزل لك الدهون. وما اعتقد ان الدهون، يعني اذا انت لاعب كروسفيت متقدم يعني وايد يهمك الموضوع، اذا انت محافظ على 10-15% يمكن اقل، ما راح تحتاجه. ما في مشاريب شيء، بس حاطين خمره عن خيرهم زين، والعطشان شو يسوي؟ هل يوجد جدار جليدي؟ نعم يوجد جدار جليدي. الخريطه متسربه بعد من الفاتيكان حق الجدار الجليدي وما بعد الجدار الجليدي كذلك. منو داز ريكوست؟ خلينا نشوف فيو ريكوست، كنت دازي بالغلط. حبوب شنو حبوب؟ انا من المفاصل دز اللي حطيتهم، انا في واحدة عشبة مسكن للألم بس هي عشبة جيدة والله، وفي MSM وفي جلوكوزامين، يعني ممكن تبني لك المادة بالغضاريف او على الاقل تساعد على المحافظة عليها، يعني مو شرط اذا انت صار عندك خسارة بالغضاريف او ممكن تبنيها مرة اخرى، ولكن تحافظ على اللي موجود عندك حاليا. حشيش يأثر على البناء العضلي؟ لا ما يأثر، بس سؤالك يودي السجن، هاي المشكلة، يعني راح تبني عضلات بالسجن. إصابة الكتف خذيت لها كورتيزون وما في ألم الحين، قاعد تدرب عليها عادي، بس المشكلة موجودة، فلازم أرجع الكويت وأسوي لها علاج قبل لا ترد تلتهب مرة ثانية. هل يفرق اللاعب بطولات توزيع وجباته بين 5 و 6 ولا النتيجة نفس الشيء؟ 5 و 6 يعني الفرق وجبة واحدة؟ لا ما رح يفرق وجبة واحدة، 5 و 6 ما رح يفرق، 5 و 6 ما رح يفرق، بس 6 و 3 رح يفرق، 6 و 2 رح يفرق. نعم هل ندخل أرمدك بداية الكورس حتى لو كان فترة طويلة؟ بالنسبة لي نعم، ممكن ادخله طبعا على حسب عامل مهم. احنا نسوي فحص دم قبل السايكل، لنفرض ان اللاعب فحصه زين والاستراديول طبيعي،
راح ادخل الارمديكس غالبا 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 يوم وترك اول اسبوع الى اول اسبوعين يوم وترك. طبعا اذا حاشت اي اعراض يبلغني ونزيد الجرعه. حكه بالحلمة، عوار، ضعف جنسي، خمول الى اخره، يعني من 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 مضاعفات ارتفاع الاستراديول. اذا كان الاستراديول مرتفع على من قبل يدخل سايكل وتحصل وايد، صدقني وايد تحصل، نبلش أرمدكس يوميا من أول يوم. مع أن حتى لو المادة لونج إيستر، حتى المادة لو لونج إيستر فتأخذ وقت عشان يصير لها بلدب بالسيستم، أخذ أرمدكس 1 ملغرام كل يوم. لأن لو ما سوينا شيء بناء على أن المادة هذه لونج إيستر وراح يأخذ لها وقت تسوي بلدب، رايحوا شقاينو او ارتفاع استراديول او مضاعفاته بفتره ما من بدايات السايكل. هاي كلها اشياء صارت معلومات تم العمل عليها على ارض الواقع، مو لوك لوك، مو فقط ورقه وقلم. ورقه وقلم رقم واحد مهم، بس اذا ما طبقته في يعني اذا ما سويت له براكتيشنينج ما راح تقدر تثبت هذا الشيء. أنا ممكن أعلمك نظرية، إذا ما قدر تثبتها على أرض الواقع هذه النظرية لا تعني أي شيء. فهذه الأشياء كلها لأن صرنا 10 سنين نشتغل ونشوف الآثار المترتبة من عدم استخدام الأرمديكس. لأن الحين هناك توجه وايد كبير أن لا تأخذ أرمديكس، لا تأخذ مضادات أرمطة. ليش؟ لان ارفع الانسولين ارفع الاستراديول لانه بنائي، خالق بنائي بنائي، ولكن لاي قدر؟ السؤال بنائي لاي قدر؟ وش كثر ابي يكون بالسيستم عشان يكون بنائي؟ هالسؤالين مهمين. اذا لم تستطع اجابتهم لا ترفع الاستراديول وتعاني من الاثار الجانبيه عشان يصير عندك عضلات. أقدر ما أوقف جروث فترة طويلة جدا؟ تقدر، ما عندك مشكلة، ولكن تابع موضوع مقاومة الأنسولين. يعني ممكن فترة لفترة تدخل متفورمين مثلا. شنو علاج ارتفاع سكس هرمون بايند جلوبين وانخفاض فري تستوستيرون لمدة فوق السنة؟ مكملات ممكن تكتبها تسجلها، بعطيك 10 ثواني تبي ورقة وقلم. يلا، فيتامين دال 4000 إلى 5000 يونت يوميا، بيوتين 10000 مايكروغرام يوميا، مغنيسيوم 400 ملغرام يوميا، عشبة الحسك من 8 إلى 1000 ملغرام يوميا. الموضوع ممكن ياخذ وقت شوية ولكن راح يتحسن معك. مكمل ستيرول او بلانت ستيرول شنو فائدته بالضبط؟ فائدته هنا يعدل لك الكوليسترول، الليبيد بروفايل، الجهاز الدوري، وبالتالي يكون عندك قراءات سليمة وصحية للليبيد بروفايل. ايش رايك بالماتشا؟ هي مضاد أكسدة، بس هي حق الأشخاص الغير قادرين على شرب القهوة السوداء الجميلة اللذيذة، فما راح اشرب ماتشا بحياتي. اعتقد ما راح اشربها ابدا. لأن تثدي يراجع دكتور جراحة، لأن دكتور الغدد راح يحولك على دكتور الجراحة. تروح دكتور جراحة وهو اللي راح يشق وهو اللي راح يطلع. درب باور ليفتنج أقوى رقم سكوات، سكوات ولا ديد ليفت؟ سكوات أعتقد أقوى رقم سكوات باور ليفتنج بالخليج، تاريخ الخليج، لاعبي
مو الخليج، تاريخ الخليج، تاريخ الخليج بدون بدلة، بدون البدلة اللي تساعد، لأن في رقم حق البدلة ورقم من غير بدلة. شرحنا المتفورمن يا أخوي، شرحناه، ما راح أشرحه مرة ثانية، بكل لايف قاعد أشرح، لا تشبدي منه، أنا قاعد لا تشبدي منه. لو تكرم درب فايتر، أدرب كل شيء يا أخوي، أدرب كل شيء، أنا دارس تغذية رياضية، أدرب أي رياضي، أي رياضي، حتى لو تلعب شطرنج أدرب، حتى يلعبون شطرنج. صار على مبابي. ألو، هلا بيريز، هلا حبي، شلونك؟ هلا قلب، شو أخبارك؟ شنو توقع من النوم؟ هي شلونك؟ وين منو؟ حمود؟ لا لا، ايوه يمرنا الديوانيه، بس هو كنا طايح مريض وحاطي له درب مصور. اي أيوة والله زين. واحد من الشباب يسال مبابي، يقول لي مبابي صار عليه؟ زين دقيته على امه، امه شو تقول؟ يعني هو بي ولا لا؟ انت كم حاط سعر؟ انت حاط 200 مليون وما عندك تكمل باجي، ناقصك 20. حاضر يا اخوي، حاضر الحين احول لك اياهم، بس تم حبي، يلا يلا. انا الحين بالمانيا، والله يمكن اسير عليك، يمكن انت تقولون دوانتكم ثلاثه، ها خلاص ثلاثه، تم حبي، يلا في مال في مال في مال. سلام 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 سلام، بس حبي ناقص 20 مليون حولهم حقه، ومبابي عندك الموضوع، لا تحاتي، امورك طيبه وخاصه. خلصت تو مع بريز العشير. سؤال غريب قسم بالله، قاعد تسألني عن مبابي. ليش تسألني انا عن مبابي؟ ما ادري، صحفي انا، ايش دراني عن مبابي؟ حالي من حالك يا ريال، شرف لي تي مبابي ولا ما مبابي، خر على مبابي، خر على ذاننا لو عجبنا. تشيك اوت الساعة 12، للحين قاعد يحطون جناطهم، انا خلصت اول واحد باول 3 دقائق. شنو احلى دولة طبيعة؟ سويسرا. يا الله المنظر ما تقدر توصفه، وما في صورة تنقله، لا لا شيء خيالي بصراحة. يعني أنا جيت البلاك فورست ألمانيا، نفسه جبال الألب، لا 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 لا، شيء بعيد، شيء إحنا عايشين بأباط الأرض. أنا الحين أقول لك، أأكد لك إياها، أباط الأرض، والأباط مو حاطينه من زمان، ولا حاطين ديودرنت من زمان من زمان. إي والله تي بي 500 للإصابات ممتاز جدا جدا جدا، بس حسب الإصابة طبعا، وإذا تضيف عليه بي بي سي 157، لأنه شوي ضعيف هو بي بي سي 157، وضعك ممتاز. العدائين ممكن يعضلون، عدائين ال 100 متر نعم، ممكن ليلة 400 متر يعني، انت ما تشوفهم عدائين ال 100 متر كلهم عضلين، كلهم عضلين. عندنا نفط وهدي يقدر نروح لهم. انا دائما شي اقول وليد، انا دائما شي اقول، والله اقول الحمد لله صدق ما عندنا كذي، بس عندنا فلوس ان نقدر اي وقت اركب طيارتي اروح اشوف اتفل عليكم وارجع الكويت، ما عندي اي مشكله. فهذا الشيء اللي طبعا العيش هنا اصعب وايد من عندنا، يعني اصعب وايد، كل شيء بفلوس، كل شيء بفلوس، لو تضرط
راح تدفع 1 يورو على الضرطة. كل شيء بفلوس، مصفط بفلوس، موقف بالشارع بفلوس، كل شيء حتى لما تدفع حساب الأكل الويتر يسألك كم التب اللي بتعطيني اياه، كل شيء بفلوس، ماكو شيء بلاش. تاكس على سيتي تاكس ضرب يعني، الحمد لله ما عندنا لا تاكس ولا بطيخ. بنزين حجي اعبي السياره، ما خلص احط مالت البنزين اشرب بالباجي، هني بالقطاره تحط. شو الحل مع الجلد المتراهل مع اني امارس الرياضه؟ لازم تزيد كتله عضليه. انت الحين كان عندك دهون وزالت الدهون وصار عندك عجفه هني، ها زايده العجفه، هذه العجفه ما راح تروح، ما راح تروح، راح تم موجوده. اذا زدت عضلات وراح تسحبها الى الاعلى، فتزيد عضلات، تزيد عضلات لازم وايد، راح تصبر وايد. طبعا ادري فيك راح تختصر الموضوع تسوي العمليه، العمليه تشويهيه بالكامل. لو تروح حق احسن دكتور بالعالم المكان اللي راح يقص لك اياه راح يتم واضح على طول. بالملابس راح نشوفك حلو من اول ما تدش، انت تقعد مع روحك وتبي تاخذ شاور وتطالع المنظره راح تدفل على المنظره وراح تتحسف على العمليه وتقول انا ليش شي سويت. رقم 2، هذه ملاحظه لاحظتها خلال السنوات، كل اللي يسوون عملية القص يصير عندهم احتباس سوائل مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة، طول حياتك راح يكون عندك احتباس سوائل. لا تسوي العملية، خل عندك جلد زايد، والله خله حاول معاه، اذبح روحك 2 3 4 اقعد 20 سنة على أمل أنك تحل الموضوع. لا تسوي العملية، عملية فاشلة، العملية فاشلة فاشلة فاشلة. لو أحسن دكتور بالدنيا فاشلة جدا، موضع الخياط ما راح يروح، راح يبيعون عليك، يسوون ليزر ما يفيد، يبيعون عليك أمبولات كذي كريم 60 دينار الأمبولة ما تسوي شيء، راح تخلص كل ماك فايدة. أي بعضهم يسوون وشم، بعضهم يسوي تاتو عليه، يحط فوقه تاتو، تحط تاتو شيء حوالين خصرك، شنو مصارع أنت؟ حاط حزام؟ ما ينفع. لا مو مشروع فاشل صراحة، العملية مشروع فاشل، ولوع الكبد شيء لوع الكبد صراحة وايد والله. تاتو مثل لون الجلد، هذا يبي لك يعني تيب شخص يعني من أصل 7 مليار إنه يصيد لون تاتو نفس لون جلدك ويسوي التاتو نفس الجلد ويصير تطابق. من أصل 7 مليار راح تلقى تقريبا ولا شخص بالحلم، هذا اللي قاعد تسولف عليه بالحلم، بالحلم الحلم. واحتباس السوائل ما راح يروح كل حياتك، كل حياتك. هذا يصير ردة فعل لجسمك بعد العملية وما راح يتم تصليحه، راح هناك يكون تغيير فسيولوجي دائم بجسمك. انا لاحظته كل اللاعبين اللي سووا هذه العمليه عند احتباس سوائل مو قادر يروح. عمليه فاشله. اي شيء تسويه عشان يصير جسمك حلو بعمليه فاشل بالنسبه لي، تكميم افشل شيء بالدنيا. ايش رايك بعمليات التكميم؟ والله انا ضد هذه العمليه، بس مع الاسف في ناس راحوا ضحايا الترويج الاعلامي لهذه العمليه. تدري انا اعتقد انه لو يسوون دراسه على اكثر ناس مكممين بالعالم راح تشوف النسبه مهوله في منطقه الخليج العربي. بالكويت طبعا اتوقع احنا متصدرين، لو قارنها مع دول العالم ما ادري والله. تكميم تسويه اذا انت انسان كثر ما متين ما تقدر تدش الحمام، ما تقدش الحمام تسوي تكميم.
عدى ذلك ما يحتاج تسوي تكميم. في نادي عندك ريول، الله اعطاك الصحه والعافيه، اذلف النادي، العب حديد، سو كارديو، شد حيلك، صير ريال. مشكله المدرسه ما تعلمك الدنيا، المدرسه ما تعلمك الدنيا، مدرسه يحفظونك يحفظونك، تطلع بعد تصدم الدنيا غير. اوه الدنيا صعبه والله، وايد صعبه على وايد ناس راح تكون. يبلش يتعلم الدنيا بعدين، بعد ما هو اوريدي الحين شنو صار تو بيتوظف اسلام يعلمك الكلام بدون صح صح. بس مشكله حصه الاسلاميه عندنا مختلفه تماما، ما يعلمونا هالاشياء، يعلمونا على اشياء ثانيه. يعني تقدر تقول ان كنا نقدر، يعني حصه الاسلاميه هي حصه تاريخ، مفروض تكون حصه ثانيه. يعني لو تشوف، لو بتذكر انا شو خذيتها بالاسلاميه، هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، استقبله الأنصار، غزوة بدر، هذا تاريخ، هذا تاريخ، يعني مو إسلامية، هذا تاريخ. وين الإسلامية بالموضوع؟ ما في إسلامية بالموضوع، موضوع تاريخ، ماكو شيء، ماكو شيء. حجي أنا على 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 كلام على كلام مخالف كلام كلمة تمه بوليد، كنت أدرس رياضيات رابع ثانوي، يمكن أقعد كل يوم يعني بغض النظر عن بقية المواد كلها، أنا كنت علمي عامة اللي هو الحين يعادل جامعة هارفورد، الحين هذا الوقت رابع ثانوي عامة علمي الحين يعادل شهادة هارفورد بصعوبة. يعني كنت قاعد 4 ساعات كل يوم أدرس تفاضل وتكامل، بس تفاضل وتكامل، بس خل باقي الأشياء، بس أدرس تفاضل وتكامل. 4 ساعات يوميا. أنا الحين بحياتي اليومية بيصير عمري 40 سنة، ما استخدمت لا التفاضل ولا التكامل. ولا شيء، شنو مضيعة الوقت هذه؟ 4 ساعات كنت كل يوم أدرس تفاضل وتكامل. حليت مسائل من سنة 82، أنا مولود 83، يعني أنا حليت مسائل اللي ولدوا قبلي بسنة، ليه السنة مالت التخرج وأنا أحل معادلات تفاضل وتكامل؟ شنو استفدت منها بحياتي؟ صفر صفر صفر. واضح انك كنت مصطفى. انا ما كنت مصطفى، خل اقول لك، انا ما كنت ذكي. يعني الرياضيات تحتاج انسان يكون ذكي، يعني لو تعلمه نظريه معينه بعدها تتلاعب بالمساله راح يحلها طالما انه يعرف النظريه. انا ما كان عندي هذه القدره مقارنه باقراني يعني، بس كان عندي قدره على الحفظ اقوى من بانتيوم 4، فكنت اروح اراجع كل المسائل اللي ممكن تكون على التفاضل والتكامل من الثمانينات لسنه التخرج مالتي. فمستحيل راح يكون هناك مساله مختلفه عن المسائل هذه، ما راح يكون. فانا شيك تفكر خلاص راح احل كل المسائل ما التفاضل والتكامل بتاريخ الانسان، بالتالي ما راح يكون هناك مساله جديده بعد، خلاص عرفت شيك تفكر. كاني الامتحان رابع ثانوي اخر السنه، اول صفحه كانت تكامل، انا احل بالرصاص اول شيء، حليت لي النص الى عن عرضك، ما قدرت، جاي يطوف الوقت، عندك ساعتين. مسألة اللي وراها طبعا كل صفحة مسألة واحدة تكامل، حليت لي النص، يلعن اختك، سنة كاملة بس ادرس تفاضل تكامل. الصفحة اللي وراها هندسة فضاء، حليتها. اللي وراها حليتها، حليت كل مسائل، كان ارجع مرة ثانية حق تفاضل تكامل ولا حليتهم. يعني حليت، طبعا هو الخطوات راح تسويها حتى لو ما طلعت الناتج النهائي راح يعطيك عليها درجة. يعني حليت
اللي يلا قد 60-70% من اول مسالتين، شنو استفدت؟ شنو استفدت من الخرى؟ شنو استفدت من البندول البسيط الحقير؟ البندول الحقير شنو استفدت منه؟ البندول هذا البندول البسيط ما استفدت منه ولا شيء بحياتي. ماسترون اور اندرول بيتر فور سترينث، اثنيناتهم زينين بس اندرول اقوى بوايد. اندرول اقوى بوايد. اي والله البندول بسيط خلى الدنيا صعبه والله. اي والله يلعن عرض البندول. بس اتذكر حليت مسالته سهله كانت، ما كانت وايد صعبه. سفت عرفت ان الارض مسطح؟ لا والله ما عرفت انها مسطحه، علموني انها مدوره. تصدق حتى هذه علموني اياها غلط؟ تصدق انت؟ تصدق ان حتى هذه علمونا اياها غلط؟ يعني بعد ما تخرجت اكتشفت ان كل اللي علموني اياها غلط. قعدت 12 سنه ادرس ان الارض كره ضايعه بالفضاء وتدور حول نفسها، عن عرضها تدور 1700 كيلومتر بالساعه حول نفسها، و 18000 كيلومتر بالساعة حول الشمس، وتلحق الشمس بسرعة 74000 كم؟ رقم قوي. بس أنا قاعد شي ما فيني شيء، لا قاعد اختض ولا هاي الولاعة كاهي شوفها ما قاعد طيح. ليش ما قاعد طيح؟ ما قاعد طيح لأن هناك جاذبية. جاذبية خالتك والله، خالتك هي الجذابة. خط الاستواء موجود، خط الاستواء موجود، خط الاستواء موجود، خط الاستواء، مدار الجدي موجودين، مدار الجدي والجوزاء موجودين، خط الاستواء موجود، بس اللي هم حاطينه خرابيط مو كذي. انا كذلك كنت امشي بالسياره 200 بس ما اتحرك. ايه لانك قاعد داخل، لا اول شيء تحس بحركه السياره، يعني مو وايد ذكي انت، لان قاعد بقطار سرعه القطار 350 كيلومتر بالساعه، ما كنت اقدر اوقف اروح الحمام، ما كنت اقدر اوقف اروح الحمام. انت بسرعه السياره 300 تدري ان انت بسياره سرعتها 300، تعال اركبك عندي بالسياره وادوس فيك 300 وتعرف تحس فيها انها سرعتها 300 ولا لا. رقم اثنين السياره مسكره، سياره معزوله، الارض معزوله. شنو قل لي شنو في فوقنا سقف؟ شنو شلون؟ يلا بعرف شلون. يقولون اشياء غريبه عبالهم احنا ما فكرنا بالاشياء. ما ادري شلون يفكرون يا ربي، مش ممكن والله. عبالهم ما عندنا سيارة أو ما سقنا سيارة أو ما أدري شلون يفكرون. غريبين والله، غريبين. يدشون علي يقول لي أشياء غريبة. إنزين فصول السنة شلون تصير؟ هذا يعني الأرض كروية؟ يعني إحنا ما ندري إن في فصول سنة، يعني أنا جاي من 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 ما أدري وين يعني. إنزين الكسوف، يعني الحين ما أعرف إن في شيء اسمه كسوف. شي رواد الفضاء قاعدين بنيويورك، رواد الفضاء يسافرون بطيارة. يقول له شوف اسمع، احنا الحين راح نقول لك شيء، لا تنصدم ولا تبكي، احنا ما رحنا فضاء. طبعا راح يقولوا له ان الدنيا مسطحة، احنا ما رحنا فضاء، انت راح تروح معانا. طبعا راح يقنعونه هذه اشياء تفيدنا علميا وتفيد الانسان وانت مش
يودونه نيويورك ولا يقعدونه بفندق كل يوم، يقوم الساعة 7 الصبح يروح استديو أخضر من داخل، استديو لونه أخضر، يلبس بدلة ويقعد ويحط كاميرا. اليوم راح نعلمكم طريقة تفريش الأسنان بالفضاء، يفرش أسنانه باكر. اليوم بنعلمكم طريقة حلق اللحية بالفضاء، يحلق لحيته ويرد البيت ينام وهذا ويعيش حياته. اي ثاني يوم تعال سوي كوكسة بالفضاء، يسوي كوكسة بالغرفة. الصدق قلت اكثر فيديوهات انصاد عليها اخطاء، وحطيت وايد فيديوهات، الفيديو اللي داخل سفينة الفضاء كله مفبرك، كله مفبرك يا ريال. نص السفينة كلها لزاق، كلها لزاق، اي فضاء اي بطيخ اي صدقت القصة. بس بيقول يلا ارجع ديرتك، خلصنا خلصت القصة يا ريال. أرمسترونج لما رجع من الفضاء لما رجع من الرحلة هذه انه راح القمر، والكتم كله شي، كل مقابلاته قاعد شي نصدم، زعلان بعص، وطلعوه انه مشي على القمر. المشكلة مو كذي، المشكلة ذاك الوقت دق تليفون أرضي على رئيس أمريكا، ورئيس أمريكا شال التليفون، دق أرضي. دق أرضي شباب والله بقى قص عليكم، سرج الموضوع موجود، دق أرمسترونج دق تليفون من القمر على الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي شال التليفون، ألو ها رحلة أبولو ها وصلتوا يا الحمد لله السلامة، ايش الاخبار؟ ارضي داق ارضي. يحبون يزرعون. اليوم راح احط لكم بوستات حق اشخاص مسلمين كتبوا بتويتر بسبب منشورات ناسا، ولان راحوا سرجوا صاروا ناس ملحدين، لان هذا الموديل ان الارض صغيره النظام الشمسي والعالم كبير وفي اكوان وايد وفي شموس وايد وشمسنا صغيره وفي شموس اكبر وفي الثقب الاسود، وهذا هذا معناته ما في خالق، هذا معناته ما في خالق. بس اذا كان النظام مغلق ارض مسكره والمخلوقات داخل، هناك خالق، صح ولا لا؟ فراح احط لكم بوستات، عندي 2 أو 3 معلقين، لو تشوف التعليق تعرف انه هذا تهديد للديانات السماوية والدين الإسلامي، 1 2 عشان يخفون مناطق زيادة، لأن إذا أنت إذا الأرض كروية أنت راح تعرف كل اللي عليها، راح خلاص تعرف كل الدول كل الأماكن كل الأراضي، صح؟ خلاص كافي تشوفها من كل الجهات، تشوفها من كل مكان، خلاص نعرفها هذه مالتنا. إذا كانت مستوية معناته في أشياء ثانية ما ندري عنها. يا معشر ديني وسنت، اوكي هاي حطينا وايد. هلا مهدي، ايش المواد الممنوعه بعد عمليه قسطره القلب تركيب دعامه؟ وهو ما في مواد ممنوعه، ولكن تكون حذر بالجرعات، تكون حذر بالنظام الغذائي، تكون حذر بالمكملات اللي تدعم جهازك الدوري، تكون حذر بيعمل فحوصات دورية خصوصا ليبيد بروفايل، وامورك طيبة. بس ما في مادة معينة ممنوعة او غير ممنوعة، عرفت؟ في النهاية ما في انسان راح يموت خارج الارض والله اعلم. صحيح صحيح طبعا. الحين اذا مات انسان خارج الارض راح يخالف منطوق الآية على طول.
ان الارض ان فيها تعيشون وتموتون ومنها تبعثون، معناته هذا يخالف منطوق الايه. واحد سافر راح فضاء مات، مع تمام مات بالارض، مات هناك يعني يبعث من هناك ولا ايش؟ قطع الكربات خسر عضلات، نعم، لان انت ما تلعب تمرين مقاومه، تمارين المقاومه تستهلك الكربوهيدرات، هي مصدر الطاقه الرئيسي، اكثر من 90% من الطاقه اللي تستخدمها بتمرين المقاومه، ولان التمرين عالي الشده بالتالي جسمك يحتاج افراز الطاقه بشكل وايد سريع، ويحتاج يعمل ريجنريشن حق الادينوسين ترايفوسفيت بشكل وايد سريع، فراح يكون الكربوهيدرات. فلما ما تكون عندك كربوهيدرات، جسمك راح يحاول يجد مصادر اخرى للطاقه اللي هي الدهون، اللي راح تكون غير مناسبه ابدا، لان تحويلها الى طاقه راح ياخذ وقت طويل وبروسس وايد طويل. فجسمك راح يستخدم بروتين كذلك كمصدر للطاقه، فنعم راح تخسر عضلات. احنا نقولها بشكل مبسط لتوصيل معلومه، الكربوهيدرات تعمل سبير شلون سبير السياره، الكربوهيدرات تسوي سبير حق البروتينات، فجسمك ما يضطر يستخدمها كطاقه. شقد مصاريف رحلتك الى اوروبا بالدولار؟ صعب اقول لي، لا اقدر اقول لك بالدولار، حجوزات كامله بس باقي فندق واحد ما حجزته اللي هو النهائي، ومو رحله كامله، لان انا راح اوصل اهلي الى خالهم، فانا راح احسب لك رحله ليه وقت يوصلون عند خالهم اللي هو بتاريخ 2/7. اجرت سيارتين، قعدت فندق بايطاليا، فندقين ولا وفندق بايطاليا، طبعا كل شيء 5 ستار، يعني تقدر توفر اكثر اذا تبي الرحله ايكونومي مو بزنس على القطريه. ميلانو 4 ليالي 5 ستار الفندق، بعدين زيورخ اهم 5 نجوم، خذيت سياره بايطاليا، خذيت سياره حكام للرحله من سويسرا، جيت بالسياره لالمانيا، الحين بالمانيا هذا 4 نجوم، راح اطلع منه راح اروح فندق اخر منطقه كولون 4 نجوم، بعدين من كولون راح اروح دوسلدورف هم 5 نجوم، فراح تكون الرحله من تاريخ 18/6 الى تاريخ 2/7 بس حجوزات فنادق من غير سيارات، 18,000 دولار مع السيارات. هناك قطيت 20,000 دولار 20,000 20,000 24,000 دولار من غير مصاريف الأكل والشرب والرحلات بس حجوزات تقريبا 24,000 دولار. بس يعني تقدر توفر أكثر من شيء. أنت لا تنسى إن إحنا أربع أشخاص، فهذه مشكلة يعني. طبعا ما كان في شوبينج أبدا، صفر شوبينج، ممنوع الشوبينج، اللي بيسوي شوبينج أنحره. نسبة الضرر من أول كورس إذا تدش الكورس بشكل صحيح 0%. How to achieve maximum natural testosterone level after PCT؟ أو فرض باس after PCT يصير maximum achieved، يعني إذا ال PCT 100 maximum achieved. مودي طرحك موضوع الشعائر الدينية في الستوري فوز، تدري ليش؟ أنا لاحظت إنه إذا أنت تروح المسجد تصلي صلاة الإمام مثلا وتصور حي على الصلاة، انت مرائي وقاعد توري الناس، ايه ورهم كنت تعلموه منك،
يمكن واحد ما يصلي وراح يصلي، يمكن واحد يحبك وراح يصلي لانه يحبك. لو واحد لو واحد لو واحد واحد انت قاعد تورينا ان انت تفتخر بدينك الاسلامي، تفتخر بالشعائر، وين مشكله؟ ناس قاعد يطلعون قاعد يصور لي مع يصور مع زوجته، واحد ثاني يطلع يسولف لي عن مضاعد، عن 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 مضاعد البنات. انا عندي مضاعد احلى من مضاعدك، وانت متى شريتي مضاعد؟ وانا شاريهم من زمان. واحد يسولف الثاني يسولف البنيه اللي شعرها ما ادري شنو انا احبها، ما واحده مطنبزه 24 ساعه. هاي يعني هالاشياء صار انه تنتشر عادي، واحنا نستحي والله احط ان انا اليوم صليت، او حي على الصلاه ترى صار وقت الصلاه، او اللي يكون اللي يروح صلاه التراويح يروح صلاه التراويح، اللي يروح الحسينيه يروح الحسينيه، اللي يروح خطبه الجمعه يروح خطبه الجمعه، اللي يكون اللي يكون. صور اخوي، صور وافتخر، رحت عمره صور من قدك اصلا. فهذا السبب للامانه ان 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 هذه رده فعل، هذه مفروض تكون رده فعل. انا مو انسان ملتزم ترى، انا انسان عادي، انسان عادي طبيعي حالي من حالكم، اغلط، اسمع اغاني، انسان عادي يعني. بس في هناك قيم، هناك مبادئ، هناك خطوط حمراء واحد لازم يلتزم فيها. صلاة صلاة، انا لايف. شنو بابا يلا ايش معصب علي؟ انت مسفرني ولا انا مسفرك؟ يلا الحين مكتوب اي لكم فوق، يلا يلا شباب، سيو ان شاء الله، سيو ان شاء الله. هل تشوف ان صح تجنب تعامل مع شخص مسلم وما يصلي؟ والله ما صعب نعمم هالموضوع، بس اذا انا كان هناك خيار بين تعامل مع شخص، اذا الشخصين زينين، نفرض ان الشخصين زينين ظاهريا وانت لك الظاهر بالامور، اذا شخص زينين اثنيناتهم زينين، هناك مسلم غير مسلم، اكيد راح افضل تعامل مع شخص مسلم 100% يعني، ولا افكر دقيقه واحده.